السلام عليكم. اليوم نتكلم على مستوى يعني الأشغال في المركب عنابة، وبالنسبة يعني الأشغال تاع الملحقات حول الملعب، واللي يعني عرفت في الآونة الأخيرة، يعني في الأسبوع هذا والأسبوعين الأخيرين، يعني وتيرة متسارعة كان تحضير لمجيء الوفد الكاف يعني في البحر الأسبوع الماضي إلى عنابة، واللي عرفت في بعض الجوانب اللي قريبة من الملعب وفي اتصال مع الملعب كما نلاحظ في الصور هنايا، فيه أعمال نتاع يعني لا فينيسيون لي روفيتمون، أعمال تاع التغليفة لي روفيتمون ولا فينيسيون على مستوى المناطق نتاع الفي بي اللي يعني انشاتها يعني الجزائر لهذا الملعب اللي ما كانش فيه زون في اي بي، الان ولات عنده زون في اي بي حسب المعايير الدوليه. اذا ان شاء الله ان شاء الله احنا ماذا بنا الاشغال هذه تنتهي في موعدها، ولم يبقى الكثير على كل حال من الاشغال، ونكتفي بهذا القدر والسلام عليكم.